أهلا بكم في حلقة جديدة من هاشتاج وتتابعونا في هذه الحلقة. مدونون يردون على تصريحات الجبير بخصوص النزاع العربي الإسرائيلي وجنازات لمهدي عاكف في مختلف أنحاء العالم باستثناء بلده مصر، والسوريون على الإنترنت يرفعون شعار لا للاستيطان الإيراني بسوريا، وزعيم إفريقيا الأهلي يفوز على الترجي ويصعد نصف نهائي أبطال إفريقيا. كل هذا وأكثر في هاشتاج، تابعونا. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من هاشتاج، ندعوكم دوما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حسابنا على سكايب، وبإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابينا على تويتر وفيسبوك في اختيار مواضيع الحلقات، وبالتأكيد التعليق عليها. شاركونا. قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 72 إنه لا مبرر لاستمرار النزاع العربي الإسرائيلي، خصوصا في ظل التوافق الدولي حول الحل القائم على دولتين. دعونا في البداية نتابع جانبا من كلمة الجبير. يظل النزاع العربي الإسرائيلي أطول نزاع تشهده المنطقة في تاريخها الحاضر، بكل ما يحمله من مأساة وألام ومعاناة إنسانية. إننا لا نرى مبرراً لاستمرار هذا النزاع، خصوصاً في ظل التوافق الدولي حول الحل القائم على دولتين والمستند على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي ظل هذه الحقائق فإننا نرى أن توفر الإرادة الدولية الجادة من شأنه ترجمة مبادئ الحل إلى واقع ملموس. هذه التصريحات أثارت جدلا كبيرا على تويتر، وأعاد الحساب الرسمي للخارجية السعودية التغريد بمقتطفات من كلمة الجبير، وخاصة حول النزاع العربي الإسرائيلي، وقد لاقت هذه التغريدات سيلا من التعليقات المنقسمة في الرأي، لكنها تميل للرفض أكثر من التأييد. كما سنتابع، الخارجية كتبت إننا لا نرى مبررا لاستمرار هذا النزاع، خصوصا في ظل التوافق الدولي حول الحل القائم على دولتين. لتفتح بهذا التغريدة أو تفتح بهذه التغريدة بابا كبيرا للجدال على تويتر. تحت هذه التغريدة كتب حساب خدجاته النزاع الفلسطيني الإسرائيلي: الفلسطينيون هم يتحملون وحدهم المؤامرة العربية الإسرائيلية ضدهم، أين العرب أصلا من هذا النزاع؟ كما قال صاحب التعليق أيضا، غرد حساب العميدة: حتى أنا أشوفه غير مبرر، العرب يمتلكون المال لشراء السلاح، والدين والإيمان أقوى سلاح، وهناك مجاهدون ينتظرون كلمة للجهاد، ما المانع في أن تحرروا الأقصى؟ كما تقول صاحبة التغريدة من وجهة نظرها، فيما أيد حساب منيرة الغامدي تصريحات الجبير قائلة: عين العقل. من وجهة نظرها بالتأكيد. أيضا هاجم حساب الفيصل التغريدة قائلا: طبعوا مع إسرائيل، لأن السفارة تبنى عندكم الآن، والقضية الفلسطينية نسيتوها. يوجهها لوزير الخارجية السعودي. أيضا كتب محمد المرواني قائلا: فعلا طال النزاع ولا بد من إنهائه باجتثاث الكيان الغاصب، وليس بإنهائه بأي طريقة أخرى. من وجهة نظر محمد. فيما كتب أحمد: مسوي لنا حصار وأزمة في الخليج وتحريض، خطب كراهية، خربت علينا الحج عشان تقولون هالكلمتين، ترى عادي قولوها بدون إزعاج، الكل فاهم، مش محتاجين هذه الأمور. من وجهة نظر أحمد في هذه النظرية التي صاغها في تغريدته. أيضا يرى صالح الرومي: يمكن سقط منكم اللفظ سهوا، لأن لا نسميه نزاع أو لا يسميه نزاع إلا الصهاينة، اسمه حق الدفاع عن النفس والأرض والمقدسات، من يمتلك حق التنازل عن القدس؟ يتساءل صالح في هذه التغريدة. وأخيرا كتب حمزة في تغريدة أخرى: التمهيد لبداية التطبيع والتعاون مع الكيان الصهيوني، ليت الملك فيصل حاضر يشوف لوين وصلنا.
أيضا في شأن سعودي آخر، نشر حساب مجتهد على تويتر سلسلة تغريدات حول العملية العسكرية للتحالف العربي في اليمن، حيث قال مجتهد: حرب اليمن تتخذ مسارا خطيرا، والحوثيون يحصلون على مكاسب ويقررون التصعيد ومزيد من التوغل داخل الأراضي السعودية، وهذا القرار له عدة أسباب. أولا، نجاحهم في تقليل صدور علي صالح والذين كانوا لا يستطيعون اتخاذ قرار دون موافقته، وكان حريصا على منع أي توغل داخل الأراضي السعودية خوفا من الولايات المتحدة. ثانيا، إدراك الحوثيين أن بن سلمان مكروه شعبيا ومنبوذ داخل آل سعود ومشغول بحصار قطر، وقد استهلكته هذه المشاكل عن اليمن فانكشفت لهم الجبهة. ثالثا، محاولة الحوثيين استغلال فترة الاعتقالات الحالية والتي تعتبر مثالية لتنفيذ التوغل، لأنها من أقوى أسباب إضعاف الجبهة الداخلية السعودية. رابعا، تكاثر الأصوات العالمية سواء من جهات حكومية أو من منظمات تدعو إلى تجريم الحكومة السعودية على ما أصاب اليمن من دمار وموت ومجاعة وأمراض. خامسا، رصدهم أي الحوثيين لتناقض الخطة السعودية مع الإماراتية بطريقة أدت لارتباك وفوضى بل وصدام وقصف بين الطرفين، رغم العلاقة بين بن سلمان وبن زايد. واختتم مجتهد الأسباب برصده علاقة الشك بين بن سلمان وفهد بن تركي، وضيق الأخير المؤهل عسكريا من تدخلات بن سلمان، والتي وصفها حساب مجتهد بالحمقاء والمخالفة للمصلحة العسكرية. لليوم الثاني على التوالي يستمر الحديث في مصر والعالم العربي عن وفاة المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين في محبسه عن عمر ناهز 90 عاما، لكن الخبر الأبرز اليوم كان حول التضييقات التي فرضتها قوات الأمن المصرية على تشييع جثمان عاكف وجنازته، حيث قالت المصادر إن الأمن اشترط حضور أسرة عاكف فقط أثناء الدفن، وأجبرهم على أن تكون صلاة الجنازة في المستشفى الذي يتواجد به جثمان. يأتي هذا بينما نشر اليوم السبت الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف المصرية على الإنترنت تعميما جديدا يحذر فيه القطاع الديني بوزارة الأوقاف من إقامة صلاة الغائب على أي أحد أو السماح بإقامتها دون تصريح أو تعميم مسبق من رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة، ومتوعدا من يخالف ذلك بالمساءلة القانونية. وهما ترجمه النشطاء والصحافة على حد سواء أن القرار لمنع إقامة صلاة الغائب على عاكف في أي من المساجد داخل مصر. وحول التضييق على جنازة المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، دونت على فيسبوك علياء محمد عاكف نجل أو ابنة محمد عاكف: منعوا كل حاجة بس والله الملائكة صلت والملائكة دفنت، وإن شاء الله يا حبيبي أنت في الجنة، طلبت الشهادة ونلتها، إن شاء الله شهيد، ادعوا له وادعوا لنا وادعوا لإخواتي اللي اتحرموا 4 سنين من أنهم يشوفوه أو حتى يسمعوا صوته، اتحرموا حتى أنهم يودعوه، ربنا اربط على قلوبنا وثبتنا يا رب، كما كتبت علياء محمد عاكف على حسابها على فيسبوك. وبالتأكيد حظى هذه التدوينة على الكثير من إعادة النشر على فيسبوك، وكذلك أيضا اقتطاعها وإعادة نشرها على تويتر. أيضا سلامة شاهين كتب في تغريدة أخرى على هاشتاج مهدي عاكف: الداخلية تشترط على أسرته لا عزاء ولا جنازة ولا صلاة بمسجد لكل عصر أبو جهل، وما أكثر أباء الجهل في عصرنا من وجهة نظر سلامة شاهين. بينما يرى ماجد عبد الله قائلا أو يقول: بدون صلاة أو جنازة يدفعون أو يدفنون الأستاذ مهدي عاكف كما دفن الشهيد حسن البنا والشهيد سيد قطب، هل نرى أو نسمع أصوات الناصريين والقوميين والليبراليين والاشتراكيين أم أن آخر شريف فيهم كان أحمد سيف الإسلام وقد مات؟ طبعا التدوينة من وجهة نظر صاحبها. أيضا حساب زكريا يقول:
منعوا جنازة وعزاء أو منعوا جنازة وعزاء شيخ المجاهدين مهدي عاكف حتى لا يرى العالم أن ما فعلوه في الإخوان لم يأخذ منهم بل زادهم قوة وصلابة على هاشتاج وداعا عاكف من وجهة نظر زكريا. أيضا دون يوسف قائلا هذا الرجل قرأ ما حدث قبل أن يحدث لكن الإخوان كعهدهم لم يسمعوه لأن رأيه كان صحيحا من وجهة نظر يوسف. أيضا سيد توكل يضيف عروبة بركات حلى بركات أو حلى بركات مهدي عاكف دليل دامغ بأنه لا يقوى القيد على الفكر. هذا ما كان على فيسبوك. على تويتر كانت هناك ربما آلاف التغريدات في الواقع حول هذا الخبر. نبدأ بتغريدة الناشط يحيى القزاز: السلطة قررت دفن محمد مهدي عاكف مرشد الإخوان السابق اليوم الجمعة وبدون جنازة، إنها سبة في وجه نظام قبيح يخشون أو يخشون من جنازته يخيفهم حتى في موته. عاكف والنظام الحالي نظام عبد الفتاح السيسي. أيضا كتبت عزة القرف البرلمانية المصرية السابقة: دفنوه بدون صلاة جنازة وبحضور زوجته وأولاده فقط، سيصلي عليه أحرار العالم في كل مكان وستظل ذكراه عالية ما على الحق. أيضا محمود بدر القيادي السابق في حركة تمرد كتب قائلا: ما تصدقوش كذب الإخوان، أهل عاكف صلوا عليه ما تمنعوش ولا حاجة، لكن لو فاكرينها هتبقى جنازة استعراض زي أيام مصطفى مشهور فالشغل ده بحى خلاص كان زمان. من وجهة نظر محمود بدر في تغريداته على تويتر. علق أيضا أحمد خطاب قائلا: خايفين حتى من الراجل وهو ميت، مجرد جثمان يخيف النظام، من وجهة نظر صاحب التعليق. أيضا أستاذ التفسير والحديث بجامعة الكويت الدكتور حاكم المطيري كتب قائلا: تشرع أو تشرع صلاة الغائب على الشيخ الشهيد بإذن الله مهدي عاكف في المساجد والبيوت جماعة في مصر وخارجها لمنع الطاغية فيها المسلمين من الصلاة عليه على عاكف، كما يقول صاحب التغريدة حاكم المطيري. وبالفعل وإن كانت هناك تضييقات على دفن جثمان عاكف وجنازته في مصر إلا أن أنصاره في مختلف أنحاء العالم صلوا عليه صلاة الغائب وقاموا بعمل جنازات له في عدد من البلاد. دعونا نتابع هذه الصور والتي جاءتنا من ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة عبر فيسبوك لايف. نتابع. إذن كما شاهدنا كانت هذه صلاة الجنازة. أيضا نعي عاكف لم يتوقف فقط على التغريدات والتدوينات بل قام عدد من المدونين بنشر أبيات شعر رثاء له في مقاطع مصورة. نتابع. عاكف ومات عاكف منش عارف وهل أنعيه وهل أنعيه وأنا أتلو بصمت جبان وهل أنعيه وأنا أتلو بصمت جبان أنا والله مش عارف وهل أنعيه وهل أنعيه وأنا سايبه في أرض العمر للسجان وهل أنعيه وأنا سايبه في أرض العمر للسجان أنا برضو منش عارف بس أظنه مش محتاج لولولتي كانت سجناه عمر مختارها في سوادها وكل عصورها كان واقف يا بخته اللي يعيش حازم يا بخته اللي يعيش مرسي يا بخته اللي يعيش عارف والف يا بخته والله لدلي عاش ومات عاكف ومات عاكف. في سوريا قتل أكثر من 20 من المعارضة المسلحة جراء غارات روسية بريف إدلب فيما قتل 3 مدنيين بقصف لقوات النظام على الغوطة الشرقية في ريف دمشق كما سقط 4 قتلى في قصف بريف حمص. وقد أطلق ناشطون سوريون حملة إلكترونية بعنوان لا للاستيطان الإيراني بسوريا منددين بما وصفوه التوغل أو التغول الإيراني بالساحة السورية عسكريا ودينيا بل وسياسيا بالتأكيد باعتبار إيران طرفا في حل أزمة
سوريا من وجهة نظر النظام. وكدليل على هذا التوغل الإيراني، نشر عدد من المدونين السوريين مقطع رسوم متحركة يناقش ظاهرة تنامي الأسماء الفارسية للمحال التجارية في المناطق التي يسيطر عليها النظام داخل سوريا. ماذا فعلوا؟ متابع. بيا ونوشيدن تمبر هندي، زيارات زيارات كاهمز دوران، بيا ونوشيدن تمبر هندي. لك شو عم بتبربر ابو جمال؟ هلا عم بربر هذا اللي طلع معاه. شو هاي اللغه؟ فارسي. شو عم بتقول؟ تعال اشرب تمر هندي حجاج المقامات، تعال اشرب تمر هندي. طيب ليش بالايراني؟ شوفت عينك لك يا حد، دول الايرانيين على قفا مين يشيلوا، ما عم يفهموا علي عربي. اي والله معك حق، كترانين لك، حتى ارمات المحلات متغيره. بلادنا مقدسه بتعرف. اي بس بضلوا ضيوف هدول. الضيف بيجي وبيروح، مو بيشتري بيته. انت لا تبيعوا بيحرقوا. قصدك عم يطفشونا؟ قديمة القصة، كتير قديمة حدو. ابو جمال بعيتك، علمني كم كلمة. قلي شو بدها. شو يعني كريه؟ ناخوش اين، مجرم، جنائي، حريق مفتعال، قدش مصنوعي. طيب شو يعني عداء تاريخي؟ دشمن تاريخي. حرية، ازادي مبينة. طيب شو يعني ما رح ننسى؟ ما رافر موشن واخن هند كرد. خلاص لا، هدول حلوين حفظتهم بصل. ليش هدول كلمات؟ أساس ما فهمت علي أبو جمال. فهمت علي. شو يعني حريق العصرونية وتفجير السيدة زينب ومقام سكينة بدارية؟ اي اتش اسرونية بمبم كزارة درخانم تخريب حرم دريوش سكينة. هلأ فهمت علي؟ اي فهمان عليك. آخر وحدة أبو جمال. اللي شو؟ شو يعني تهجير السكان الأصليين؟ بوراكي مردم بومي. اسبسيبا يا طيب. انيازش تحت دونوف. مقطع متداول على فيسبوك وتويتر. أيضا جاءت الحملة على هاشتاج يحمل ذات الاسم لا للاستيطان الإيراني بسوريا، كما سنتابع على تويتر. علي صالح كتب في هذه التغريدة: الجولان استيطان إسرائيلي، وحمص والمناطق الأخرى استيطان إيراني. ماذا تبقى من سوريا على أي حال؟ كما يقول علي صالح في هذه التغريدة. أيضا كتبت حساب القصيمة، أو كتبت القصيمة: من هانت نفسه عليه هانت على الناس، لوموا أنفسكم أيها السنة، فضعفكم وتخاذلكم أو تخاذلكم عن نصرة إخوانكم هو ما شجع إيران لاقتطاع هذه الأراضي والأفكار من سوريا. عبد الله كتب قائلا: أمريكا جعلت من إيران بعبع لابتزاز دول الخليج، وإسرائيل قد ساهمت ببناء القوى الإيرانية الخرافية لابتزاز العرب وإخافتهم. أخيرا دون ربيع قائلا: الإيرانيون نفسهم طويل ويخططون لسنوات طويلة عكس المنطقة العربية. إذن كانت هذه التغريدات ومقطع الفيديو. ماذا عن الصور التي تداولها النشطاء تعليقا على هاشتاج لا للاستيطان الإيراني بسوريا؟ متابع. زعيم إفريقيا الأهلي يعود من بوابة ملعب رادس. نتابع القصة بعد فصل قصير، ابقوا معنا. سكان إقليم كردستان العراق يختارون بين البقاء ضمن عراق موحد أو أن